سد علاج، الديون. ده جزء من العلاج على انا فكره. عليا انا اهو دلوقتي هسد ديون وزاره الماليه والصحه، وانا بنعتبره جزء من العلاج يعني. ايوه اكراما لهذا يعني. يعني هدف لكوت ديفوار في الدقيقه 90. انا خلاص كده يعني. الله اعلم، انت عارف الجزاء ما بتهزرش يعني، بس في النهايه في الدقيقه 90 وفي نهايه الوقت الاصلي هدف لكوت ديفوار، تتقدم كوت ديفوار على الجزائر 2-1. عبد القادر كيتا، الهي ربنا يعني يكرمه ويبشبش الطوبه اللي هتبقى تحت راسه حاج كيتا. جزء من العلاج على نفقه الدوله. انا خلاص لا انا اتعالجت، انا كده خفيت الحمد لله الحقيقه يعني. كمل يا دكتور. فعايز اقول لحضرتك ان احنا بنعمل توصيه بدون قيمه ببروتوكول. طب ما هو البروتوكول ده له